ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم منوريني، وكل سنه وانتم حبايبي، وكل سنه وانتم معايا، ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب العالمين. فيديو النهارده جميل جدا جدا جدا، واخيرا اخيرا اخيرا شطبنا وخلصنا اللي ورانا. وعلى فكره الفيديو النهارده مش طويل، فخليكي معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي التفاصيل، تشوفي الجوله في الشقه بعد فرش زينه رمضان. كل سنه وانت طيبه يا قلب اختك، بالله عليكي حطي لي اللايك الجميل، انا استحق لايك، انا استحق اللايك. وانا قمت كده بقى انا ورابونزر من بدري، وقلت بقى نفطر، حطينا عسل وفطير، وعملت كده كوبايه حليب، وقعدت بقى فطرت انا وهي، وقلنا لازما نقعد بقى نفرش النهارده الشقه، عشان بجد احنا اتاخرنا ياما. وعايزه اقول لكم بقى ان انا النهارده مش هوريكم روتين جامد، لا ده انا هوريكم قبل وبعد، ومسرعه لكم الفيديو جدا عشان الناس اللي ما بتحبش الفيديوهات الطويله الممله، وهتاخدوا افكار وتشوفوا بقى البهجه والفرحه والحاجات الجميله جدا جدا اللي احنا عملناها. اول حاجه هنا دخلت على المطبخ، قلت كان ايه اللي باقي التلاجه، غسلت التلاجه وهفرش فيها المفارش بتاعه المطبخ دي كده حبايبي بالشكل ده. حطيت المفارش، طلعوا تلات مفارش بس، يلا بس مش مشكله، كان شكلهم حلو جدا عشان يدوا بهجه كده في المطبخ. وطبعا انا لسه ما اشتريتش الخزين بتاع التلاجه ولا اي يميش ولا اي حاجه، ان شاء الله انزل اجيبه بكره، ولو عرفت اصور لكم الفيديو اصوره لكم. وهنا المطبخ بعد ما خلص، وقبل ما اعمل فيه اي ديكورات ولا حاجه، انا هوري لكم الشقه كلها قبل وبعد كده هرجع اوريكم بعد. هنا كمان الريسبشن كان لسه ما فرشتش اي حاجه ولا الستاير ولا اي حاجه، ويلا عشان اوريكم بقى يا الله على غرفة الولاد، كمية الهدوم والكركبة والشقلابة وكل الكلام ده، كل ده كله دلوقتي هيتغير وهيبقى منظر تاني خالص خالص خالص. استحق عليه فعلا اللايك، انا تعبت جدا في الفيديو ده، وعارفة ان انتم مش هتكسفوني وهتعيدوا عليا وتدوني لايك، ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين. ودخلت على البلكونة زي ما انتم شايفين، في غسيل عايز يتنشر، وغسيل عايز يتلم، وغسيل عايز يتطبق، واليوم النهاردة كله غسيل في غسيل. وعليكم ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا بقى مطلعة رابنزر معايا، لان هي البطل الحقيقي معايا في ترويج الشقة. يعني تسقيفة. بص يا بنات، احنا تعبنا جدا جدا في الفيديو ده، فاحنا كل اللي محتاجينه منكم ان انتوا تحطوا لنا ايه؟ لايك واشتراك لو لسه مش مشتركه معانا. احنا قربنا على 100,000، عايزين نجيب الدرع. واكتبوا لي كومنت حلو، يعني كومنت حلو كده، رمضان كريم يا نوجه، كل سنه وانتم طيبه. واكتبوا لي انت معايا رمضان الكام هنا معايا على اليوتيوب. تعالوا اوريكم بقى، انا اوريكم طبعا الفيديو قبل وشفتوا كانت الدنيا عامله ازاي والهرجله والبرجله. وتعالوا لا تعالوا بقى اوريكم، هقلب الكاميرا وافرجكم المطبخ والاوضه والبلكونه. انت هتصاحبيني عشان بقيت فاضي ولا ايه؟ تعالوا اوريكم بنات، انا هوريكم لقطه كده وانا طافيه النور. طبعا المطبخ ده كان فوضى، طبعا التلاجه انا وريتها لكم في اول الفيديو قبل وبعد. هنا حطيت فانوس، ويلا تعالي بقى نولع النور كده، شغاله الرينج لايت. بصوا هنا بقى يا بنات، بسم الله ما شاء الله. طبعا انتوا حضرتوا معايا كل الحاجات دي، التجديدات وكل حاجه، بس انا حبيت اوريكم افكار يعني كده بسيطه. بصوا اول حاجه هنا دي، احلام رمضان رمضان جانا، احلام رمضان. وهنا بقى المخللات الذهبيه للست المصريه، وهنا برضو اسمها ايه دي؟ مريالة. مريالة المطبخ، وصفي لهم انت. ماشي، وهنا بقى عملت ركن كده شكله حلو قوي. دي يا بنات تمرية، وعلى فكرة دي نوعها من البلاستيك، يعني مش صاج ولا حاجة، وشكلها حلو جدا. كنت جايباها من العتبة، دي كنت جايباها ب25 جنيه،
ودي طبعا المجة انا كنت وريته لكم، مش عارفه وريته لكم في المشتريات ولا لا، في حاجات كده بسيطه جبتها من العتبه مش عارفه فرجتها لكم ولا لا. كمان بصوا دي على فكره علبه مناديل تمام، وانا خليتها كده شبه عربيه الفول هنا كده للديكور، ودي برده طمريه تمام. دي برده بصي لو خلص الفول انا مش مسؤول. بصوا دي طمريه برده هنبقى نحط فيها تمر ماشي، ودي الرخامه طبعا كل طبعا كل حاجه طبعا احنا عاملينها مع بعض تمام. فهنا كمان ده كده البوتاجاز الثلاجه، وده طبعا الفانوس تمام. هو المطبخ ما فيهوش اي حاجه، دي كده جوله في المطبخ سريعه اهي تمام. وتعالوا بقى نشوف بره احنا عملنا ايه. طبعا انا غيرت غسلت الستاره وغيرتها، وهنا بقى دي الستاره اللي انا كنت جايباها من عند كوكو، وكنت موريها لكم عامله لكم فيديو كامل للمشتريات. وجبت كمان بقى من العتبه اللي هي الستاره دي، جبتها ب 300 جنيه بس حلوه جدا تحفه 3 متر يا بنات، وطولها طويل جدا بصوا نازله لحد فين تمام. وهنا دي البيضات برده اللي انا قلت لكم هفرشها معاكم، ودي بقى الحافظه انا مش لا بيتهيألي ما وريتها لكوش، بس الحافظه دي انا جايباها من شارع العشرين عند قدام الاسعاف كده طبعا محل كده، وكانت تحفه قوي. قولوا لي ايه رايكم في الحافظه الايه. بصوا بقى الركن ده يا جماعه، الركن الجميل ده برضو عاملاه هنا. اوعي اوعي رابنزل بعد اذنك كده، كل حاجه مغناطيس. بصوا طبعا ده البخور اللي جالي من قطر تمام، اللي ما شافش فيديوهات قطر هبقى انزلها لكم، هدايا قطر بنت قطر حبيبه قلبي ام فهد هي اللي جايبه لي الحاجات دي تمام، وجايبه لي كمان السبحه الجميله دي. فانا عملت ركن كده، وده الكوشن قصدي المفرش، المفرش اللي انا علقته تمام. وهنا برضو وهنا برضو دي برضو مبخره اهي، عملت برضو الجزء ده هنا تمام، وريهم المصليه. وهنا دي الجزء ده عملته كده، وهنا رمضان كريم اهي في دخله الباب اه، افرديها افرديها كده. وهنا علقت بوجي وطمطم، وهنا بقى دي اساس رمضان. بص دي المصليه بتاعتي كانت جايه لي من السعوديه، هي والمصحف ده دي او يعني انا جايين لي من السعوديه السنه اللي فاتت، وانا في السعوديه كانوا جايين لي هديه، فانا طلعتهم رمضان ده، لان انا رمضان اللي فات يعتبر كنت في السعوديه ما يعني ايه ما استخدمتهمش، كان معايا واحده جديده. ودي جايه من طنطم وفهد برده. عايزه اقول لكم بقى الفكره بتاعت السفره دي جميله قوي 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 قوي. بصوا الجزء ده بقى استنوا نتمعن فيه شويه. بصوا بقى السفره دي ترابيزه عاديه مش ترابيزه سفره، وجبناها بقى حطينا عليها المفارش دي، وخدت الكرسيين دول كده كنت حطيتهم هنا كده، عايزين دي كده جنب سفره، بعد ما بعت النيش رحت حاطه دول هنا، وجبت بقى الثلاثه دول من العتبه، وحطيت هنا فرع زينه، وهنا ده فرع نور كان عندي من السنه اللي فاتت، حتى تحسوا ان نص ونص. وهنا بقى النجفه طبعا حطيت فيها حاجه رمضان كده شكلها حلو. قولوا لي ايه رايكم في الجزء بتاع تعالي بقى نخش على السفره. قومي خبطي عشان ادخلك. ماشي حاضر. وده كده خليكم بقى ايه واخدين بالكم الجزء الجميل جدا ده، وتعالوا نخش بقى نشوف. رمضان كريم. انت مين؟ انا انت رمضان؟ انا مرات رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بصوا بقى دي غرفه رابنزر والولاد. بصوا بقى هنا ده نادي القرن بقى. ايوه بنات النادي الاهلي، حطيت هنا كده دي رمضان كريم، ده السرير. وهنا بقى بصوا بقى بصوا دي الإقلام، دي الإقلام برضو بتاعت رمضان، وده السرير. بصوا هنا علقت الستارة دي تمام، وهنا كده الألعاب بتاعت الولاد أهي. بصوا لأ مروقين عليهم. وهنا بقى الجزء ده اللي هو بتاع المذاكرة، أو ودي بقى المصلية بتاعت رابنزر هتفردها لكم. إيه رأيكم؟ وأفرد لهم التانية؟ اه ماشي. بصوا هنا ده الجزء ده المفروض رابنزل بتقعد تذاكر فيه، بس احنا استغلناه ان هو يكون ايه زي اللهم صل على النبي، زي ايه زي يعني ركن رمضاني كده. دي بتاعت اوشا تمام. تعالوا بقى نخش، تعالوا اوريكم بقى من بعيد كده، اوريكم بقى من بعيد الاوضه على بعض كده اهي. بصوا عامله ازاي ما شاء الله، تحفه تحفه تحفه، اجواء رمضانيه. قولوا لي بقى ايه رايكم، الفيديو ده يستحق كام من 10 بامانه اللي. وحطيت هنا فرع زينه كده على السرير.
تعالي بقى ورينهم البلكونه. دي بقى مريم عامله مسرح عرايس هنا كده، مسرح عرايس. تعالوا بقى، ودي الستاره حطيتها لهم هنا تحفه جدا. وهنا ده برضو بوجي وطمطم. وهنا بقى نخش على البلكونه، ايه رايكم بقى؟ بصوا كده على فكره اللي زي دي البلكونه رابنزل، يعني هي اللي زي نتيجه النوم. بس حتى ابو الفنانيس فوق اهو، وحتى الفرع الزينه الصغير ده كرسي. تعالوا بقى كده بصوا، وعلقنا بقى فانوس بره اهو زي الجيران. بصوا الجيران برده معلقين فوق كمان اهو. لا بس بجد اجواء، ايه رايك تدي الشقه كام من 10 يا رابنزل بقى؟ ما انت اللي اول. 9 من 10. انا 10 من 10. 9 ونص. لا انا 10 من 10. بصوا الشباك ده يا جماعه بيودي للريسبشن. لا يا اختي انت عندك حريه الاختيار، 10 من 10 9 من 10 عادي. انا نشوف الناس هيقولوا تقييمكم كام يا جماعه قبل. وبصوا بقى هنا على الباب برضو حطينا الحاجات دي. ده بيجي فرع جولد اسمه ذهبي كده، ونروح حتى انا بقى واخده منه انا ورابنزل ولزقنا كده. عاجبني جدا الثلاثه دول، تحفه تحفه تحفه. اطفي الانوار بقى وفرجيهم، ايه رايكم؟ بصوا الله ما شاء الله، ايه الكمال ده يا بيت يا رابنزل. الستاره يا بنات دي اقسم بالله تاخد 100 من 100. والستاره اللي تحتيها الستاره اللي بصوا مكتوب عليها رمضان كريم، دي انا كنت جايباها من عند كوكو. الجنب كان بيتهيألي ب 120 او ب 100، مش فاكره، ب 140. لا 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 خلاص خلاص، حوح كده حلو. سيبيه سيبيه يا رابنزل يا بنتي سيبيه. بصي كده، وهنا اهو نقيد لكم الانوار بقى. وهنا رمضان بس كده، هي دي بقى ايه تنظيفات رمضان. وانا ما حبيتش اطول عليكم، ولا حبيت ان انا يعني ايه اجيب وانا بروق وانا بعمل، لان انا عملتها معاكم كذا مره. فقولوا لي ايه رايكم في المكان، وايه رايكم في الحافظه الجديده دي. الحافظه دي جديده، دي قديمه ودي جديده. حبيت ان انا اجيبها فيها بيج عشان دي، والحافظه بصوا دي، وبعديها جبت دي ما لقيتش نفس الشكل، جبت دي. والبيضات كده غيرت طبعا شكل الركنه، كان الناس كتير بتقعد تقول يا نوجة غيري القماش. ان شاء الله غيره باذن الله على دخله العيد. بس قولوا لي ايه رايكم، البيضات فارقه صح؟ يلا قولوا لي الشقه تاخد كام من 10، بما انكم شفتوها قبل وشفتوها بعد. وبحبكم قوي، وما تنسوش تحطوا ايه يا رابنزل؟ لايك.